الدلم. مشاهدي الكرام، من هذا الخبر إلى محافظة الدلم، حيث افتتح محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد مساء أمس الأربعاء مهرجان الخضار الأول في الدلم، والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في ساحة الاحتفالات بجوار المركز الحضاري بمحافظة الدلم. طبعا مزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان، سعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف المهندس مسعود بن سالم القريني، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم. ورحب فيك مهندس مسعود. يا مرحبا، يا هلا وسهلا. الله يحييك. احنا اولا سعداء، احنا سعداء بانضمامك معنا للتعليق عن هذا المهرجان، وبودنا ناخذ انطباع عام عن المهرجان وايضا الهدف من إقامة مثل هذا المهرجان، مهرجان الخضار. والمهرجان الله يحفظك، مهرجان الخضار الأول يقام خلال فترة من 16 إلى 19 مارس. ممتاز. ويبدأ من الساعة 4 مساء لمدة 4 أيام. والهدف من إقامته إبراز ما تحظى به محافظة الدلم ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام، وإنتاج الخضار بشكل خاص. لدينا برنامج المهرجان لمدة 4 أيام. ما شاء الله. تتخلل معرض المنتجات الزراعية وأنشطة تفاعلية ومسرح للطفل وندوات إرشادية وفعاليات إرشادية وعرض للتجارب والتقنيات الزراعية. ممتاز. طيب مهندس مسعود، لو تحدثنا عن مشاركة المزارعين، يعني كيف وجدتم الإقبال من قبل المزارعين في محافظة الدلم والمناطق المجاورة في هذا المهرجان؟ الحمد لله، الإقبال ممتاز جدا ما شاء الله، على أنه أخوي المهرجان الأول، لكن الإقبال ممتاز جدا متزايد. يوجد لدينا عدد كبير من المزارعين والشركات الزراعية، شركات الأسمدة، وكذلك لدينا إقبال متزايد من الأهالي وكافة شرائح المجتمع، والحضور جيد لدينا. طيب مهندس مسعود، يمكن الواحد اللي يبغى يزور المهرجان ممكن يسأل، يعني اليوم الأول أكيد كان يوم رسمي وافتتاح، الأيام الثانية الثالث الرابع، وش هي أبرز الأنشطة اللي ممكن تقام فيه؟ والله الله يحييهم. طبعا مثل ما قلت لك قبل شوي، نبدأ من الساعة 4 مساء ولدينا فعاليات مصاحبة للمعرض الأساسي أو المهرجان الأساسي، لدينا مسرح الطفل، لدينا عرض التجارب وتقنيات الزراعية الحديثة، لدينا فعاليات إرشادية، كذلك أنشطة للأطفال، كذلك لدينا مشاركة من الأسر المنتجة، لدينا حديقة للحيوانات الأليفة للأطفال اللي يرغبون على التصوير والأمور هذه. ونقول يا هلا ومرحبا للجميع، الله يحييكم. الله يحفظك أستاذ مسعود بن سالم القريني، وأنت مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الدلم، على هذه المداخلة والذي حدثنا فيها المهندس مسعود عن مهرجان الخضار الأول في محافظة الدلم. وحقيقة يعني مثل هذه المهرجانات عبد الحكيم هي محط اهتمام من قبل المسؤولين، وأيضا دعم للمزارعين في هذه المحافظات لترويج منتجاتهم وبيعها من خلال هذه المهرجانات. محمد، لازم تعرف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حريصة على أنها تبرز المنتجات اللي تنتجها بعض المناطق. إحنا نتكلم مثلا ما شاء الله، يعني الحريق سنويا عندهم مهرجان خاص بالفواكه. أيوة، يعني ما يمنع أن إحنا كل يوم نتعرف في محافظة من المحافظات في المنطقة أن يكون أيضا في منتج خاص. الدلم مشهورة بالخضار في المشاريع الزراعية بشكل عام، عندها مجموعة من المنتجات الوفرة عالية، يعني أنا أتوقع في صادرات كثيرة للرياض من محافظة الدلم بسبب ما يعني ما تمتلك من مقومات في الزراعة، وأيضا من حرص من المزارعين على أنهم يكونون مساهمين في يعني إمداد المناطق بشكل عام من الخضار بشكل. صحيح عبد الحكيم، والجميل أنه يعني مثل هذه المشاريع وإن كانت في بدايتها قد تكون صغيرة، إلا أنها قد تحقق اكتفاء محلي، يعني عبد الحكيم، دون الحاجة للمملكة أنها تستورد الخضار أو الفواكه من خارج المملكة، ممكن يصير في اكتفاء محلي من خلال دعم هؤلاء المزارعين من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من قبل الجهات المختصة
في دعم وتطوير مثل هذه المشاريع. أيضا لا ننسى عبد الحكيم برنامج تنمية أو هيئة تنمية الصناعات الصادرات السعودية اللي تقوم حقيقة أيضا على دعم الشباب النشئ والمصانع السعودية في دعم وتصدير مثل هذه المنتجات. مباشرة إلى خبرنا القادم اللي يتعلق بقرار يتعلق بتعليق